اخوي طلال ثليث، اخوي سهيل الشمري، اكثر من شخص صراحه قاعد يسال. بس عاد يعني اللاعبين، ما في لاعب سعودي يعني. المفروض جماهير النصر بعد هذا ولدكم، يعني لازم جماهير النصر السعودي تفزع حق بدر المطوع صراحه. والله مسعود ردة فعل طبيعية نعم صراحة، حتى ردة فعل والله هلاليين ردوا عليه ايش كثر، شوف المنشن ما جزاهم الله. يحتاج، نعم يقول احنا مع بدر. لا بس النصراوية لازم لازم، لازم ايه ولدهم بعد بدر ما مطوع. يحتاج طيب يتذكرون الاسقاط واللعبات هذه.